باسيف اند اكتف. اتكلمنا المره اللي فاتت على الباست سمبل، اتكلمت على الباست كونتينوس، كمان اتكلمت على البريزنت بيرفكت. اخر زمن عندنا النهارده في يونت ده اللي هو الباست بيرفكت تنس. باست بيرفكت تنس هو زمن الماضي في التام. اهم حاجه في الزمن ده اليوسج بتاعه، الاستخدام بتاعه، لانك لو فهمت الاستخدام مش هتفرق معاك اي رابط من روابط الزمن ده. لاحظ ان الزمن ده في روابط كتير، في افتر، في بيفور، في باي ذا تايم، في تال، في مصونة، في هاردلي، في سكيرس. فخد بالك كويس جدا في الزمن ده ان روابط كتير، ولكن لو فهمت الاستخدام مش هتفرق معاك الرابط، لان الرابط كده كده انا هبقى حافظ بعضته. لان الرابط كده كده هبقى حافظ ايه؟ بعضته. لما اجي لاستخدام الزمن ده وقبل الاستخدام كمان تعرف التكوين بتاعه، يتكون من هاد بلس الباست بارتيسيبول، عندي هاد التصريف الثالث. اي جمله عايز احطها سواء بعمل فيها ميستيكس او بعمل فيها تشويس وعايز احطها باست بيرفكت ماضي تام، يبقى لازم يكون عندك هاد التصريف الثالث. طب استخدام الزمن ده بستخدمه في ايه؟ انا بستخدمه للتعبير عن حدث وقع قبل حدث اخر في الماضي. يعني بمعنى اصح ان انا بستخدمه للربط ما بين حدثين متتاليين في الماضي. لما يكون عندي حدثين متتاليين في الماضي بعمل ايه يا مستر؟ اشوف الحدث الاول اللي حصل الاول، احطه باست بيرفكت ماضي تام، يعني هذا التصريف الثالث. الحدث الثاني بحطه باست سيمبل، هو اوريدي بيبعتهولي باست سيمبل ماضي ايه؟ بسيط. يبقى لو ركزت على الاستخدام ده هو بس، كل الروابط بعد كده تبقى سهله، كده كده هبقى حافظ قاعده الرابط. حافظ ان افتر بيجي وراها باست بيرفكت باست سيمبل. حافظ ان مثلا بيفور بيجي وراها باست سيمبل باست بيرفكت. سليم؟ ولكن لو ركزت على الاستخدام ده هو مفيش رابط كده هيصعب عليه. ازاي؟ يعني مثلا بقول لك هي ونت اوت بات فيرست هي ديد هيز هوم. لو بصينا للجملة دي كده، he went out but first he did his homework. لو ركزت المرة اللي فاتت قلت لك أهم حاجة عندنا في يونت 4 التايم سيكونسز اللي هو تتابع الأزمنة. لازم أشوف الإيفنتس اللي عندي، الأكشنز اللي عندي دي، هل هي بتكلم عن حدث مستمر قطع حدث آخر؟ ولا بتكلم عن حدثين مستمرين مع بعض؟ ولا بتكلم عن حدثين متتاليين في المستقبل؟ ولا بتكلم عن حدثين متتاليين في الماضي؟ لو بصينا في المثال اللي قدامنا بقول لك he went out، هو خرج. But first he did his homework، ولكن الاول عمل واجبه. يبقى انا بتكلم هنا عن حدثين متتاليين في الماضي، يعني واحد حصل والثاني حصل بعده. بالتالي وانت مضمر قبل ما تبص لاي رابط شوف الحاجه اللي حصلت الاول، حط عليه باست بيرفكت، يعني هات التصريف الثالث. ايه اللي حصل الاول؟ ان ايه؟ ديد هيز هوم ورك. يبقى لازم دي اخليها هي هاد دان هيز هوم ورك. طيب الحدث الثاني اللي حصل بعده ايه؟ ها؟ هي ونت اوت. اوريدي هو عطاني باست سيمبل ماضي بسيط، ده الحدث الثاني. هي ونت اوت. طلب مني بقى احط افتر، طلب مني احط بيفور، طلب مني احط باي ذا تايم، طلب مني احط تيل، طلب مني احط انتيل، كل الروابط دي انا حافظ قاعدتها. يعني مثلا لو طلب مني احط افتر قاعدتها ايه؟ بيجي بعدها باست بيرفكت باست سيمبل، ماضي تام ماضي بسيط. يبقى يوم ما احط افتر احطها هنا ولا احطها في النص هنا؟ احطها في النص هنا، لان هي اللي بيجي بعدها الباست بيرفكت. لو طلب مني احط بيفور، بيفور بيجي بعدها باست سيمبل، ها؟ باست بيرفكت، يعني بيجي وراها الحدث الثاني، يبقى يوم ما احط بيفور لازم احطها في اول الجمله، يعني كده كده انا هبقى حافظ قاعده الرابط، بس اهم حاجه ان انا الاكشنز اللي عندي ارتبها صح. شوفني ايه اللي حصل في الاول؟ احطها باست بيرفكت ماضي تام، والحاجه اللي حصلت الثانيه احطها باست سيمبل اللي هو الماضي بسيط، وهنا انا كده كده حافظ قاعده الرابط. ايه هي قاعده الرابط اللي عندي؟ هتلاقي ان عندك رابط مثلا زي افتر، زي اس، soon as زي when، الروابط دي كلها هتلاقي بعدها باست بيرفكت اللي هو الماضي التام اللي هو الحدث الاول، هتلاقي الجمله الثانيه باست سيمبل اللي هو الحدث الثاني. يعني لما اجي احط في الجمله دي as soon as، يبقى لما اجي احط as soon as هنا هقول as soon as ايه؟ as soon as he went out ولا as soon as he had done؟ he had done. يبقى as soon as
had done his homework, he went out. طب لما اجي احط يا مستر after في نص الجمله نشوف كده نحطها كده after، يبقى تاني بقول he went out after he had done his homework. يبقى انا لو عندي حدثين متتاليين في الماضي، يعني الاثنين حصلوا ورا بعض في الماضي، شوف الحاجه اللي حصلت الاول هحطها باست بيرفكت ماضي تام، والحاجه اللي حصلت بعد كده تبقى باست سيمبل. عايز احط افتر، عايز احط اس وناس، عايز احط ايوان، قاعدتها ايه؟ باست بيرفكت باست سيمبل. يبقى سواء هما في اول الحدثين هنا او في النص ما بين الحدثين، لازم يفضل وراهم الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام. سليم؟ طب ما في روابط ثانيه، قال لي ان في روابط ثانيه زي بيفور وباي ذا تايم. هتلاقي ان بيفور وباي ذا تايم عكس افتر واس وناس وعكس وان. بعدها الحدث الثاني، يبقى الحدث الثاني انا متعود ان زمنه لازم يبقى باست سيمبل اللي هو الماضي البسيط. طب الجمله الثانيه هتبقى باست بيرفكت اللي هو الماضي التام، يعني هاد والتصريف التام. سليم؟ يبقى انا لو هربط اس بافتر اس وناس وان بعدها باست بيرفكت باست سيمبل. لو هربط بيفور باي ذا تايم بعدها بس سيمبل باست ايه؟ بيرفكت. يعني لما اجي احط في الجمله بتاعت اس والناس دي نيجي نحط فيها بيفور، يبقى انا اقول بيفور ايه؟ بيفور هي هاد دان ولا بيفور هي ونت؟ بيفور هي ونت اوت هي هاد دان هيز هوم وورك. طب لو عايز احط بيفور في النص يبقى هعملها ازاي؟ ابدا برضه بالحدث الاول، يبقى he had done his homework before he went in out. يبقى ده عندي after وعندي as soon as وعندي when وعندي كمان by the time وعندي كمان before. قبل ما اخش على الروابط اللي بعدها كده قال لي في بعض الملاحظات، في عندي ثلاث ملاحظات مهمين جدا على الروابط دي. اول ملحوظه عندي ايه هي؟ قال لي اذا حذف الفاعل بعد after او before نضع الفيرب بلس اي ان جي. يبقى اذا حذف الفاعل بعد after او before نضع الفيرب بلس اي ان جي. اول ملحوظه عندي اذا حذف الفاعل بعد after او before نضع فيرب بلس اي ان جي. ازاي؟ اديني مثال. اقول لك تجيبها لك كده في التشويس after he went to bed. بوريكم انتوا بتحلوا ازاي؟ بيجيب لك الاختيارات had watched watched watching watch او watches. اوريك انت بتحل ازاي؟ انت عشان استخدمت القاعده هتقول ايه watching، انما انت في الامتحان بتنسى بتجري هنا. دي اول ما بتشوف افتر عينك على طول افتر ده ماضي تام، بتقوم جاري على هاد والتصريف اللي هي هاد واتش. هل في هنا فاعل؟ هل في هنا اي يو في زي اسم مفرد اسم جمع؟ مفيش فاعل. واذا حذفت الفاعل بعد افتر او بيفور نضع الفيرب بلس اي ان جي، يبقى لازم هنا اختار واتش. سليم؟ طب تاني ملحوظه ايه؟ تاني ملحوظه قال ان يمكن استخدام هافنج والتصريف التالت اللي هو الباست بارتيسيبل محل افتر، يعني مع الحدث الاول، لان افتر في جملتها جمله الحدث الاول اللي هو الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام. يعني في الجمله دي اللي هي افتر هي هاد دان هيز هوم وورك هي ونت اوت، لما اجي احط هنا هافنج يبقى ايه؟ هافنج التصريف التالت لي دان هو نفسه دان، يبقى هافنج دان هيز هوم وورك هي ونت اول. ودي دايما بتجيلي في الميستكس بالشكل ده، يجيبها لك في الميستكس كده يقول لك after watched TV he went to bed. سليم؟ تيجي لك في الميستكس كده after watched TV he went to bed، لان يعني هنا after اذا حسب الفعل بعد after او before نضع الفيرب بلس اي، يبقى انا ممكن اشيل watch ديت واخليها. طب ما انا عندي فيه ممكن اصحح التصحيح تاني. قال لي ايه؟ ما واتش ده التصريف الثالث، طب ايه اللي بيجي بعد التصريف الثالث وبيحل محل افتر؟ هافنج، يعني ممكن اشيل افتر اصلا واحط هافنج، يبقى يا اما اقول هافنج واتش يا اما اقول واتشنج او افتر واتشنج. سليم؟ صعب الكلام ده؟ اي مشكله؟ ده الملحوظه الثانيه اللي عندي، فالثالث ملحوظه ودي ملحوظه مهمه جدا، ايه هي؟ قال لي ان يمكن ان يكون الحدثين
ماضي بسيط خاصة مع الثنائي، دايما بنشوفها كتير مع الثنائي. ممكن الحدثين يكونوا متتابعين في الماضي وحصلوا ورا بعض في الماضي. القاعدة الأساسية بحط باست بيرفكت اللي هو الحدث الأول وباست سيمبل الحدث الثاني، قال إن أنا ممكن أشوف الحدثين باست سيمبل بموت بسيط. وبيبقى هنا الحدث اللي حصل الأول هو اللي جاي بعد الرابط مباشرة. الحدث اللي حصل الأول هو اللي جاي بعد الرابط. ازاي يا مستر؟ اديني مثال. المثال اللي خدناه السنه اللي فاتت كان المثال بيقول ايه؟ قولي as soon as the thief saw the police man he ran away. لو بصينا في الجمله دي سيبك من الرابط خالص، مالكش دعوه بالرابط. The thief saw the policeman. He ran away. الاثنين بسط في الماضي. طب نشوف كده، هل هما مستمرة كحدث آخر؟ هل مستمرين مع بعض؟ هل إن هما متتاليين؟ هلاقي إن هو شاف الأول وبعد كده هان، يبقى دول متتاليين في الماضي، وأنا خدت لما يكون عندي حدثين متتاليين في الماضي بجيب الحدث الأول أحطه بسط بيرفكت في الماضي الثاني، والحدث الثاني يبقى بسط سمبل، تلاقي إن أنا حدث الحدث الأول بسط سمبل، والحدث الثاني برضه بسط سمبل. يبقى انا ممكن اشوف مش غلط، مش غلط ان انت تشوف بعد الرابط باست سمبل باست سمبل. سليم قال لي هنا بيبقى حدثين متتاليين في الماضي، مفيش فرق زمني ما بين الحدثين، يعني بمجرد الحدث الاول ما حصل الثاني حصل بعده مباشره. طب انت بتديهاني ليه؟ انت مش على القاعده الاساسيه باست بيرفكت باست ايه؟ سمبل. بس لو شفتها كده مش غلط. سليم لو شفتها كده مش غلط، لان كده عايز اديها لك في ملحوظه مهمه جدا. قال لي في الحاله دهية ان يمكن استخدام اون والفيرب بلس اي ان جي. قالوا الفيرب بلس اي ان جي سليم محل الرابط، يعني بدل ما اقول اس ان اس سيف سو ذا بوليس مان ممكن اقولها اون سيينج ذا بوليس مان ذا سيف ران اواي. لو بصينا هنا دايما يقول لك الاحداث المتتاليه في الماضي اللي ما فيش فرق زمني ما بين الحدثين بنحط باست سمبل باست سمبل. وهنا باخدها ليه؟ عشان اعرفك ان في الحاله دهية ممكن استخدم اون والفيرب بلس اي ان جي محل الرابط. سليم؟ دول ثلاث ملحوظات مهمه عندي في اول روابط الباست بيرفكت اللي هو الماضي التالي. يبقى انا الباست بيرفكت بستخدمه للتعبير عن حدث وقع قبل الاخر في الماضي. سليم؟ يعني حدثين متتاليين في الماضي. بشوف الحدث الاول احطه باست بيرفكت ماضي تام، يعني هدو التصريف الثالث، والحدث الثاني بحطه باست سيمبل اللي هو ماضي بسيط. وهنا ابقى حافظ قاعده الرابط، حافظ ان افضل الثلاثي وين بيجي بعدها ايه؟ اللي بيجي بعدها باست بيرفكت باست ايه؟ سيمبل. حافظ ان بيفور باي ذا تايم بعدها باست سيمبل باست بيرفكت. سليم؟ طب في ملحوظات مهمه، قال لي اذا حسب الفعل بعد افتر بيفور نضع الفيرب بلس اي ان جي. كمان الملحوظه الثانيه اللي عندي ايه؟ ان انا ممكن كمان استخدم هافنج والتصريف الثالث محل ايه؟ افتر. كمان ممكن الرابط ده اشوف بعدها باست سيمبل باست سيمبل خاصه مع اس والاس، وهنا ممكن استخدم ان والفيرب بلس اي ان جي. طب في روابط ثانيه للباست بيرفكت يا مستر؟ قال لي في روابط ثانيه، قال لي في تل وانتل. سليم؟ هتلاقي ان تل وانتل قاعدتها يا مستر في الباست بيرفكت. هتلاقي ان تل وانتل بعدها يا مستر، قال لي بعدها باست بيرفكت يعني ماضي تاني، يعني الحدث الاول. الجمله الثانيه تبقى باست سيمبل اللي هو الحدث الثاني. بس خلي بالك باست سيمبل ها من في ومليون خط تحت كلمه من في. يبقى تل وانتل لما تيجي تربط ما بين حدثين متتاليين في الماضي بجيب بعدها باست بيرفكت اللي هو الماضي التام، قبلها باست سيمبل. بس الباست سيمبل هنا لازم يكون ايه؟ منفي. سليم؟ اديني مثال يا مستر. قال هي didn't go to bed till he had done his homework. لو بصينا في المثال ده كده انا عندي هنا التالت، ماليش دعوه بالرابط، انا اشوف الحدثين الاول. He did his homework، عمل واجبه، he went to bed، دخل نام، يبقى هو دول حدثين متتاليين في الماضي، ايه اللي حصل الاول؟ ان he did his homework، عملتها he had done. طب ايه اللي حصل الثاني؟ ان هو دخل نام، يعني he went to bed، ولكن هنا بربط بينهم بمين؟ بتل وانتل. تل وانتل هنا بيجي قبلها باست سيمبل في النفي،
يبقى هنا لازم يكون didn't والفعل في المصدر بقى ده باست بيرفكت هو الماضي بتاعي عشان ممكن يجيبها لك مستيكس يقوم قايل لك كده يقول لك he refused to come till she had apologized يجيبها لك هنا في المستيك يقول لك she refused to come till he had apologized ويقول لك صح يبقى انا التصحيح انا عندي هنا تل وانتل يبقى انا يوم صح هقول كلمة صح لان ريفيوز هنا بتدل على النفي هي ريفيوز تو كام يعني هي ديدنت سليم هي ديدنت اكسبت تو كام هي ديدنت اجري تو كام سليم يبقى هنا الجملة هنا صح لان هنا بتفيد الايه؟ للنفي طب في روابط تانية للباست بيرفكت قال لي في روابط تانية قال ان في نو سونر واول ما اسمع كلمه نو سونر تبقى عارف ان معاها حاجه اسمها ذان قال ان في هاردلي ودي معاها وين قال ان في سكارسلي ودي معاها برضه وين سليم خلي بالك لان دول استخدامهم سمول خلاف استخدامهم كابتن شكلهم في الجمله سمول خلاف شكلهم في الجمله كابتن يبقى لازم اكتبهم شكلهم في الكابتل برضه شكلهم عامل ازاي؟ ان السونر برضه بيجي معاها ازاي؟ سواء هي كابتل او سمول. عندي هاردلي سكارسلي قال لي برضه دول معاهم وين ولكن بقى استخدامهم كابتل ازاي؟ استخدامهم سمول ازاي؟ خلونا نتفق على حاجه مهمه جدا سواء هي سمول سواء هي كابتل جملتها جمله الحدث الاول وانا اتفقت ان الحدث الاول لازم يبقى باست بيرفكت اللي هو ماضي تام ولكن لو هي سمول حطها لي ما بين هاد والتصريف الثالث لو هي كابتل احفظ الجمله دي حتى من عربي بالعربي احفظها كده قول بحول الجمله على شكل سؤال بحول الجمله على شكل سؤال يعني هنا بيبقى في هاد بلس الفعل بلس الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثاني، طب الحدث الثاني بعمله ايه؟ هو اللي بيجي بعد زين او هوين، هو الحدث الثاني اتفقت يبقى زمنه باست سيمبل اللي هو الماضي الايه؟ البسيط. يبقى سواء انا بربط ما بين حدثين متتاليين في الماضي بشوف الحدث الاول احطه ماضي تام الحدث الثاني يبقى ماضي بسيط. هربط بنصولا، هربط بهارد، هربط بسكيرسي، سواء هي سمول، سواء هي كابتن جملتها جمله الحدث يعني لازم زمن جملتها يبقى باست بيرفكت اللي هو الماضي التالت ولكن لو هي سمول حطها لي ما بين هاد والتصريف التالت لو هي كابتن بحول الجمله على شكل سؤال طب ناخد مثال كده ونشوف هيجي ازاي بقول لك هي went to bed but first he did his homework دي جملة هي مرة قال استخدم فيها انه سولار سمول ومرة قال استخدم فيها انه سولار كابتن سليم نشوف كده اول حاجه نستخدم النصونر سمول استخدمها ازاي النصونر سمول طبعا جملتها جمله الحدث وانا اتفقت ان الحدث الاول يبقى زمنه ماضي تام اللي هو بريزنت اللي هو باص بيرفكت فين الحدث الاول هي ديد هخليها هي هاد دان هيز هوم ورك طب هي سمول هتيجي ما بين هاد والتصريف يبقى انا يوم اعملها اقول ايه هي ها هاد نصونا ها دان هيز هومور ذان نصونا بيجي معايا ايه؟ ذان هي ونت اوت او هي ونت تو بيت يبقى شوف لما استخدمتها سمول حطيتها ما بين هاد والتصريف التالي طب نيجي نستخدمها كابتن بحول الجمله على شكل يبقى اقول نو سونر ها هاد he done his homework then he went to bed خلي بالك ان هو ممكن يخرج براه خالص ما يجيبلكش الخطا في الباست بيرفكت ولا الباست سيمبل يجيب لك الخطا في اللي بيجي مع نصونر ولا هاردي ولا سكيرسي تبقى حافظ ان نصونر معاها هاردي وسكيرسي معاهم وين سليم صح الكلام ده؟ في اي مشكله؟ طب في روابط ثانيه للباست بيرفكت اللي هو الماضي قدام؟ في روابط ثانيه عندي في حاجه اسمها it wasn't until it was only when في حاجه اسمها it wasn't until وفي حاجه اسمها it was only when it wasn't until it was only
وان. تبقى عارف ان دول جملتهم برضه جملتهم الحدث الاول، يعني زمن جملتهم بعدها تبقى باست بيرفكت اللي هو الماضي ها التام، بيجي معاهم ذات واحط باست سمبل اللي هو الماضي الايه؟ ها البسيط. سليم؟ يعني لما اجي احط في الجمله دي اللي هي he had no sooner done his homework than he went to bed، لما احط فيها it wasn't a tell جملتها جمله الحدث، فين الحدث الاول؟ he had done his homework، يبقى لما اقول it wasn't ها it wasn't until ها he had done his homework that ها he ها went to bed. يبقى سواء وصلت أو كان أو توص only when جملتها جملة الحدث الأول يعني past perfect اللي هو الماضي الثاني. خلي بالك أنت بتقول it wasn't يبقى معاها until، it was يبقى only ها when. سليم؟ صح الكلام ده؟ آخر ملحوظة على الباست بيرفكت عندي اللي هي إيه؟ آخر ملحوظة عندي، طب أنت يا مستر قاعد تتكلم لي في تو أكشنز، حدثين. طب أنا عندي لو 3 أكشنز إن سنتنس، لو في 3 أحداث في الجملة، بعمل إيه؟ لو بصينا كده في الجملة اللي أنا هكتبها بقول لك when I went to bed I realized that I had lost my key. لو بصينا في المثال ده اي جمله فيها ثلاث افعال يبقى انا عندي ثلاث احداث، انا الفعل وين هذا اول حدث، هذا الفعل ريلايز هذا ثاني حدث، هذا الفعل لوز هذا ثالث حدث. يبقى طالما عندي ثلاث افعال يبقى عندي ثلاث احداث. لو في جمله عندي فيها ثلاث احداث يا مستر اعمل فيها ايه؟ برضه نفس قاعدتك، دور على الحاجه اللي حصلت الاول حطها باست بيرفكت اللي هو الماضي الثاني، والحاجه الثانيه حطها باست ايه؟ الحاجتين الثانيين حطهم باست سيمبل. نشوف المثال كده، بقول لك when I went to my house او when I went home لما رجعت البيت I realized أدركت that I have lost my key. يبقى انا هنا قبل ما ادرك وقبل ما ارجع البيت اصلا كان ايه؟ المفتاح ضاع. يبقى ده الحدث اللي حصل الاول، ده الترتيب الاول، يبقى هنا لازم احطه باست بيرفكت اهو ادي ها لوست، والجمله الثانيه ها باست سيمبل الجملتين الثانيين. سليم؟ صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ اخر ملحوظه عندي في الباست بيرفكت، لان احنا بنتكلم عن الباست تنسز ها باسيف اند اكتف، صيغه الباسيف وصيغه الاكتف. احنا خدنا الاكتف في الباست بيرفكت ها هات الباست بارتيسيبل. طب الباسيف بقى صيغه المبني ها والمجهول بتتكون من ايه في الباست بيرفكت يا مستر؟ اداني الباسيف في الباست بيرفكت بيتكون من هاد بلس بين بلس التصريف الثالث. يبقى انا عشان احط الجمله باست بيرفكت في صيغه الباسيف، طالما الباسيف يبقى مبني المجهول، وطالما بقول كلمه مبني المجهول يبقى الجمله بادئه بمين؟ بالاوبجكت اللي هو المفعول. يبقى عندك هاد بين بلس الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الايه؟ ها التالي. طب نشوف كده مثال. سليم؟ when I went home I realized that the lights had turned on. بيقول لي correct صح. When I went to home, I realized that the lights had turned on. Had been turned on. Extra. ليه بقى؟ turn on يعني يفتح، النور اللي يفتح نفسه نفسه. يبقى هنا object ولا؟ مفعول صح؟ طالما هو مفعول يبقى الجملة مبنية مجهول في زمن الباست بيرفكت. يبقى لازم هاد وبين والتصريف التالت، يبقى بدل هاد turned اخليها هاد بين ها كامل. سليم؟ صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ ده كانت اخر حاجه عندنا في جرامر يونت ايه 4. نكمل بقى الريدنج اللي عندنا في يونت 4 اللي ما كناش كملناه المره اللي فاتت. نفتح بيج طيب خلاص نفتح الواجبات بقى بتاعتنا يلا.
ايه؟ الواجبات. عندي هنا نبدا 46 بيج 46. عندي هنا انرجي خمسة نومنا از الصن ويند اورجي ثيرمال انرجي. ايه؟ عندي فانير ونقل عندي سولار باور يوزز انرجي فروم ذا بيج 46 روكس صن سولار باور قلنا طاقة شمسية تبقى صن النورمال سماوس اوف انرجي ار ريليست ويز اتومز بيز بيز بلات ذا دينجرز اتوميك ويست ويست اللي هي سي عندنا وديز ذا ويند از يوز ذا نورمال سي كوست تو ريديوس اللي هي دي عندي إذا ديت أنيمال أور بلانت تيرنت إنتو أستون أيوة فوسل عندي جروبس جروبس أوف ويند توربينز ألونج ذا ريف سي أر كونكتد تو إنرجي فروم ذا سن كان بي تيرنت إنتو إنرجي إز برودوسد باي هوت روكس جيوثيرمال رينيوبل فورمز أوف إنرجي أر جوت فور عندي وي جوت هوت Springs and the geothermal energy is extracted from heat. It is so hot below the Earth's surface that rocks are molten. Getting energy from the heat inside the Earth is known as and the molten rocks inside the Earth are found in a very hot liquid form. And it is difficult to understand. Now, we have two deep below the Earth's surface drill, and appears when water is heated to 100 Celsius steam, and energy thermal energy does less damage. And then geothermal power station can be produced as much energy as two large pool in the sea. عندي ذا فان نرجع ورا تاني ذا فان از بي كونكتد ووتر ان ذا فورم اوف ايس ليكويد كول از بلاك فوسل اللي هي ايه الكتريسيتي از بروديوسد ان ا جار وين اتومز سبلت وين اتومز سبلت انرجي از بروديوسد نوكلير انرجي اللي هي ايه Pressure is the force produced when two things are pushed. See, they are against. The tourists are when they see the ancient Egyptian monuments impressed. خلي بالنا ان انا في two adjectives of impress. Impress بمعنى يبهر الكفاح. في عندي impressed وفي عندي impressive. Impressive لغير العقل بمعنى مبهر. امبريست منبهر ودي للعقل سليم عندي اذا تيوب ذات ليكويد اور جاز فلوز هتبقى ايه اللي هي بايب عندي اتس هاو ماتش يو ريمايند مي اوف يور فازر كده ده قول عندي اول ذا نيو كارز ار فيري الايك عندي هوت ووتر comes up through a hole and in many countries the wind has been used to generate electricity and in some cities rubbish is called electric سليم and then the sun is a form of and then the of a wind turbine the plates and then when oil is found underground it is pumped when turbine is a tall tower building in an
open والصفة من open هي نفسها open، open بمعنى يفتح أو مفتوح. عندنا هنا energy is a fatal thing nothing can live it. Being fossil fuels have been formed underground for over and wind turbines along نرجع ورا. عندي number 41 hydroelectric power is inexpensive. You see it is a must to stop using up the dangerous atomic waste produced by the nuclear power must be restored. It is believed that the solar energy will last for and more people are now keen on using energy saving. And one of the ways to save energy is to use public curing atomic waste. And in water through a dam reduces water passing the sea. And in many countries are now using more renewable, and renewable energy will last for billions of years as well as being free. Countries which have no fossil fuels of their own or can't afford to fuels from other countries import, and countries need to cooperate to reduce, and we are going to do air conditioning damages the environment by making it outdoor. And then you should switch off the aim. And then some countries have to pay a lot for energy, and then the price of oil is going to increase by it has become necessary for us to increase the scene. And nowadays plants are used to make oil, gas and coal are formed naturally very deep. أنا أولي مستيكس أول واحدة تبقى جيوثيرمال مكان جيولوجيكال. نمبر 2 produced أو made لازم كده صح كده صح أو generated. عندي ثلاث حاجات أهو produced أو made أو generated مكان produced. الثالثة بدلز ليتس عشان بدلز نحط ليتس. رابعة نون رينيوبل مكان رينيوبل تبقى نون رينيوبل. نمبر 5 داون مكان اب نمبر 6 اون مكان ان. نمبر 7 انرجي مكان انرجيس. بليون مكان بليونز. نمبر 9 probably مكان probable. probably مكان probable. نمبر 10 save SAVE مكان waste. نمبر 11 damages مكان protects. damages مكان protects ونعمل بوليوتس ماشي تمشي. نمبر 12 سيل مكان فلاي مع الشيبس او السيل مع البلينز بنقول فلاي بلين سيل الشيب. نمبر 16 ويست مكان ويست. نمبر
مفردين فرو مجموعه شيل الاو نمبر 15 dangers against sea 16 by مكانين of مكان on headlines مكان headlines effects بالايه مكان effects طبعا effects دي تأثيرات ده النوع عايز الفعل effect molten مكان melted molten مكان melted tunnels مكان pools Earth مكان sky كل مكان oil كل اللي هو steam مكان gas hydroelectric مكان solar ممكن تكتب water Number 26 Building مكان pillars يعني turbines ماشي و towers صعب Twenty-seven أوت مكانين Twenty-eight As مكان like Twenty-nine Cooperation مكان fission Co-town Cooperation Liquid مكان Grammar Physics 2 بدأ من وراء صفحة 52 This notice says the museum opens layer C Solar power is used هي هنا passive ولا active passive مبنية المجهول is used number 3 I enjoy playing squash I play when Ali comes energy from the sun 10 دقيقة وخلص 10 دقيقة وخلص